وكابتن ماهر الشكل التكتيكي ممكن هل يختلف طبعا السيناريو المباراة نفسه، لأن المباراة 90 دقيقة وممكن تمتد ل 120 دقيقة، دي بتحط أو المدير الفني بيحط كذا سيناريو. يعني لو مباراة 90 دقيقة بس يعني ممكن جدا يشتغل بيها بطريقة أو بطريقتين، لكن أنت عندك 120 دقيقة ممكن توصل 120 دقيقة هتغير كتير من أفكار موسيماني من خلال طول المدة نفسها. يعني هي دي صعوبتها، يعني دي صعوبتها صعوبتها زي ما انت قلت ال 90 دقيقة هيبقى في سيناريو اتنين واخد بالك يقدر يقضي بيهم ال 90 دقيقة، لكن انت 120 دقيقة هيبقى انت في كذا سيناريو واخد بالك بيشتغل عليه تغييراتك التوقيتات تعدادات التغييرات بشكل كبير. بالظبط بالظبط. فهو النهارده هو طبعا قيمة المباراة وصعوبتها واخد بالك وتوقيتها والاحداث اللي حواليها الكورونا واللعيبة المصابة فبرضك احداث صعبه يعني، فالله يكون في عونهم او الله يكون في عونه بالذات هو، يعني لان هو طبعا موسيماني يعني طبعا مدير الفني يعني. الله يكون في عونه لان هو برضك يهمه ان هو عايز يكمل مشواره اللي بداه. احنا النقله من فايلر للموسيماني نقله احترافيه بتحسب لكل منظومه النادي الاهلي بصراحه، يعني مكسب كبير جدا. الراجل جه في توقيت فعلا عمل لنا نقلة نفسية ومعنوية وتكتيكية مرتفعة جدا. فالنهاردة عايزين نتوج هذا الكلام بقى بالبطولة الغالية اللي احنا بقالنا يعني سنين غايبة عنا. هو طبعا الله يكون في عونه لان هو برضك يهاني بيفقد عناصر ومفاتيح. واحد زي وليد سليمان ده انا بعتبره يعني نص فرقة، محترمه طبعا الفرقة كل يعني خبرة واداء على مستوى القيادي كمان، مستوى القيادي والذكاء ولما بيدفع بيه في الوقت المناسب فعلا بيبقى ايجابي، بيقدر يجيب لك جول، بيقدر يجيب لك جولين حتى لما مش موفق في عرض الاهداف، لكن بيقدر يبقى صانع العاب. فاحنا النهارده برضه قيمه وليد سليمان مش موجوده معانا، يأثر على موسيماني يا كابتن مير، يأثر على موسيماني. هو بيأثر نسبيا يا سام، لكن طبعا الحمد لله البديل موجود، يعني الرجاله اللي موجوده ان شاء الله باذن الله كفيله ان هي تقوم بدور وليد ويمكن اكتر كمان من وليد، ودي ميزه لعيبه النادي الاهلي يعني. طب انا عايز اتكلم اتفضل. فهو هاني بيتكلم على السيناريو، طبعا كذا سيناريو الراجل هيشتغل عليه، منها التشكيل، منها مفاتيح اللعب، منها التغييرات اللي قلت عليها يا هاني، منها الدوافع اللي هيشتغل عليها من خلال الحافز اللي هيبدأ يضيفه في ذهن لعيبه النادي الاهلي عشان يقدروا يعني ينطلقوا في المباراه ديت ويقدروا يحققوا لنا البطوله الغاليه. فكل الكلام ده زي ما كابتن عادل قال، الشرايط اللي موجوده، مباراه الزمالك، الحاله الدفاعيه اللي بيلعبوا من خلالها، الحاله الهجوميه، ازاي هنراقب مفاتيح اللعب عندهم، ازاي هنشتغل على جبهات ناحيه اليمين ناحيه الشمال من العمق، يعني كل الكلام ده بيبقى الراجل شغال في المعسكر ليل ونهار مع الاعداد الخاص بقى اللي كابتن عادل قال عليه بالنسبه للخطوط الثلاثه، الاربعه اللي في خط الظهر هيراقبوا ازاي، هيمسكوا ازاي، هيغطوا ازاي، نص الملعب هيغطي على الاطراف لو هجمت ازاي، هنزيد مع المهاجمين ازاي، المهاجمين هيستغلوا الفرص اللي هتجيلهم. احنا كنا بنتكلم قبل فاصل ان الاهلي طول عمره معروف في مباراه الاهلي والزمالك اول ربع ساعه او تلت ساعه اخطر وقت النادي الاهلي يقدر يحرز فيه هدف. احرازه الهدف في انا في رايي في المباراه دي في اول ربع ساعه تلت ساعه هتفتح لنا حاجات كتيره جدا بالنسبه للقاء.